أحسن الله إليكم. أستأذنك ونبدأ هذه الحلقة بقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يجسد المسلم عظمة هذا الدين من خلال هذه الآية وأن يكون مسلما بحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة تبين أن دين الإسلام هو الدين الذي يرتضيه الله عز وجل من عباده، ولا يقبل من أحد دينا سواه. ودين الإسلام الذي هو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك الشرك، هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن اختلفت شرائعهم العملية بحسب ما يصلح لكل زمان ومكان من الأمم السابقة، إلا أن العقيدة واحدة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعقيدة التوحيد هي وهي الأساس، وهي الإسلام. وأما الشرائع العملية فهي تابعة، وهي عبادة لله عز وجل وتشريع من الله عز وجل. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم توحد الدين والملة والشريعة فيما بعث به صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، والأمة منذ بعثه الله عز وجل هي أمة واحدة بعربها وعجمها وجنها وإنسها، كلهم مأمورون بطاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فبعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دين إلا ما جاء به هذا الرسول، لأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، ولأن شريعته خاتمة الشرائع لا يأتي شريعة بعدها إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا يقبل الله دينا سوى دين الإسلام الذي عليه الرسل جميعهم، وإن اختلفت شرائعهم لكن كلهم جاءوا بالتوحيد والنهي عن الشرك. فمن يقبل دينا غير هذا الدين، دين الأنبياء ودين محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم، فإن الله لا يقبل منه. فمن ادعى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه على دين يقبله الله فهو مخطئ وضال وعلى ضلال، ولا يقبل الله منه ما هو عليه، لأنه نسخ، والعمل بالناسخ هو الواجب، وأما المنسوخ فانتهى العمل به، فجاءت شريعته ناسخة لما قبلها، فلا يجوز العمل بشريعة غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يقبله الله عز وجل، وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه ليس على دين يقبله الله عز وجل. وإن زعم أنه على دين نبي، إلا أن دين هذا النبي انتهى وقته، وجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم،
والأمر لله سبحانه وتعالى، ليس الأمر للمخلوق وأنه يعمل ما يريد، لا، هو عبد لله عز وجل. أمرك الله أن تتبع هذا الرسول فيجب عليك اتباعه، أيا كنت، يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو عربيا أو عجميا أو جنيا أو إنسيا، أمرك الله أن تتبع هذا الرسول، يجب عليك، أنت عبد، يجب عليك الامتثال، وإلا فإنك خاسر يوم القيامة وتعبك هباء منثور. فليتنبه لهذا من يقولون إن الأديان الآن كلها أديان صحيحة والناس أحرار في أديانهم، هذا كلام باطل. الناس عباد لله، معبيد لله، ليسوا أحرارا بمعنى أنهم يختارون ما يشاءون وحسب أهوائهم، إنما هم عباد ينقادون لأمر الله سبحانه وتعالى. والله أمر الجميع أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا دين سواه، فمن جاء بدين غيره فإنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. نعم.